عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، في هذه الجلسة المباركة الطيبة التي نشهد فيها خيرا عظيما بإذن الله عز وجل، خيرا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا أو امرؤا، في رواية أخرى: خير لك من حمر النعم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم لأنها كانت أقصى ما يتمناه العربي في ذلك الوقت، أن تكون له الإبل الحمر من النعم، أقصى ما يملكه الإنسان العربي في ذلك الوقت، والتي كانت تعد من المال، من المال العظيم. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في غير ما آية أنه سبحانه عز وجل يهدي لنوره من يشاء، فقال الله عز وجل بعد ذكر آية النور وأنه سبحانه وتعالى نور على نور، ثم قال سبحانه: يهدي الله لنوره من يشاء. والنور هو نور القرآن ونور الإسلام ونور الهدى. وقال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هذه الأمسية الطيبة المباركة، فإننا نشهد بإذن الله عز وجل وحوله وقوته دخول عبد من عباد الله عز وجل في الإسلام، وهذه نعمة عظيمة جدا أن يهديك الله إلى الإسلام. لربما نحن نشأنا في الإسلام، ربينا في بلاد الإسلام، نشأنا مسلمين، لا نعرف هذه القيمة، قيمة أن يهديك الله عز وجل إلى الإسلام. ولذلك عندما تجد عبدا من عباد الله عاش سنينا لا يعرف الله أو لا يعرف التوحيد، ثم هداه الله عز وجل إليه، لأنه سبحانه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومما ورد في القرآن الكريم من الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأن يهدي الله عز وجل عبدا إليه، أن يريه طريق الحق، أن يريه طريق النور، أن يريه طريق الإسلام وطريق التوحيد، فهي نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها، أنه سبحانه عز وجل رحيم بعباده، وأنه يري الحق لعباده، وأن من أراد الحق أراه الله عز وجل إياه. فنحن نشهد أخا في الإسلام دخل في دين الله عز وجل وأراد أن يشهر إسلامه بين إخوانه المسلمين، أراد أن يعرف الناس جميعا أنه صار مسلما، وهذه من الأمور التي هي في الإسلام، أن يشهر الإنسان دينه وأن يعلن إسلامه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلن بين يديه إسلامه، فيقول: يا رسول الله، إني أشهد أنك أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ونحن اليوم كما قلت بإذن الله عز وجل نشهد دخول أخينا الذي اختار من فرنسا، الذي اختار اسما له فؤاد. لكن قبل ذلك أحيل كلمة إلى الطاهر سعدي مفتش التوجيه الديني، هكذا طاهر سعدي من مدير الشؤون الدينية، ممثل عن مدير الشؤون الدينية، كنا نتمنى أن يحضر معنا أيضا الشيخ عبد الله نور أيضا ليقول كلمة حول كيف تمت الإجراءات وليدلي بدلوه، فليتفضل. شكرا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الحضور الكرام، حياكم الله وأحياكم ونفع الله بكم غير المسلمين. فالأستاذ هذا الأخ الكريم الذي دخل في الإسلام إنما دخل بسلوكيات
وبصدق من عاشر من إخواننا الذين هم في المهجر في فرنسا، احتك بهم فأبت نفسه إلى الإسلام. فهؤلاء الذين هم في المهجر هم سفراء محمد صلى الله عليه وسلم بغير أوراق، سفراء بغير أوراق، سفراء الروح، سفراء الدين، سفراء الأخلاق. فالأخ الكريم هذا تأثر بأخلاق المسلمين فأحب الإسلام فأعانه الله على ذلك، واختار الجزائر كما قال الأخ المرافق له، وانتقل إلى المغرب الأقصى وكذا، لكن اختار الجزائر. والجزائر فيها سر والحمد لله رب العالمين. الجزائر كما قال العلماء، الجزائر المحروسة هذه فيها سر، إن شاء الله ربي نحن نكون من أسباب الهداية للآخرين. العلماء في الوقت المعاصر يركزون كثيرا على الدعوة السلوكية، سلوك أخلاق، أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية ترويها عائشة: كان قرآنا يمشي. إن شاء الله إحنا بالأخلاق تاعنا وبسلوكياتنا، ولا تقول هم راهم هي وإحنا رانا هنا، ذوك الوسائل هذه رانا كل هي وهم راهم كل هنا. إن شاء الله نوري الآخرين من أخلاق محمد في حياتنا. سلوكياتنا إن شاء الله نخليها سبب للهداية الآخرين كما فعل هذا الأخ الكريم. والحمد لله يعني المصلحة اللي حاكمة عندنا، مصلحة إرشاد الدين والتوجيه، عندنا إقبال من بعض الإخوة هكذا، ويجي واحد الفرحة، والله تشوف واحد الصفاء يجوا به. كما قال الشيخ، إحنا رانا مسلمين، نظرنا مسلمين، نتوضأ مسلمين، والله يشوفوا الشغف اللي يجوا بهما، أقسم بالله غير إحنا نرومون نعاودوا نتوبوا لربي سبحانه من جديد. نعاودوا نتوبوا من جديد. يجيك تعرف واحد الفراغ، املأ فيه ما شئت كن صادقا مع الله، اصدق برك اصنع به ما شئت. وفي يعني حتى لا اضيل، في مواقع اليوتيوب كاين واحد الحصص هم يديروها: لماذا اختار هؤلاء الاسلام؟ تقراوا شيء العجب، شيء العجيب جدا. ونحن بلسان عربي مبين، ونحن مسلمون، ولدينا المساجد، ولدينا كل ما يعيننا، إلا أننا نفرنا. إن شاء الله هذه الأسباب تعيدنا إلى الحياة. يقول باختصار أحد العلماء، كانت عنده رسالة بحث دكتوراه في الهند، فلما علم أهل تلك القرية أن هذا الرجل عربي، عربي اللسان، مسلم، طلبوا منه أن يصلي بهم الجمعة، وهو كان لا يصلي، كان لا يصلي، فأقبلوا عليه بإلحاح، قالوا: نريد أن نسمع القرآن من لسان عربي. وأتوا له بالقميص وكذا وصلى بهم الجمعة. قال: والله ما زدت عن أن قرأت عليهم بعض الآيات القرآنية وبعض الكلمات البسيطة إلا أني رأيت الجمعة دموعهم تسيل لما سمعوه من الإنسان العربي. هذه نعملها نحن فيها إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن نكون هداة مهديين، وأن يوفق هذا الأخ الكريم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اشتقت إلى أحبابي، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، لكن أحبابي قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هم احنا وهذا الأخ الكريم. صلى الله عز وجل بعد أن يعلن الأخ الكريم شهادته أمامكم أن تكبروا وأن تدعوا له بالثبات وأن يثبتنا معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سي طاهر على هذه الكلمة الطيبة. نعم، لما تجد من كان غير مسلم يفرح بإسلام ويفرح بالإسلام، وتجد كثيرا من الناس يبحثون حول العالم، يبحثون عن الحقيقة، يسمونها الحقيقة، يشككون في كل شيء، يبحثون عن الحقيقة، لما يصلون ولما يصلوا إلى أن يؤمنوا بالله يجدون فيه. لماذا الإسلام كما قال الشيخ الطاهر؟ لأنه يوافق الفطرة كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله عز وجل فطر الناس على أمر
إذا خالفوه في الدنيا رح يشقاو، لكن إن تبعوا هذا الدين فإنه يوافق الفطرة، فلذلك تفرح نفوسهم وتفرح قلوبهم، ويجد الواحد ضالته في الإسلام لأنه يعلم أو لأنه يجد فيه ما يوافق هذه الفطرة التي فطر الله عليها الناس عليها. لكن كما قال إحنا منا لأنه تعودنا على الإسلام وتعودنا أن نقول لا إله إلا الله، وجدنا أنفسنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما لبناش بالإسلام. حتى كما قال سيد طاهر أنه كثير من الناس لما يخرج خارج البلاد الإسلام ينسى أنه يمثل الإسلام، ينسى أنه يمثل هذا الدين، فيعيث في الأرض فسادا. فينظر الناس، ولعلي ذكرت في رمضان قصة أهل سمرقند الذين أسلموا بسبب فعل المسلمين، جيش يدخل إلى بلاد دون أن يستأذنها، ويسمع أهل تلك البلاد أن في الإسلام لا بد أن يستأذن أهل بلاد إذا أرادها المسلمون أن يدخلوها 3 أيام، بعد 3 أيام للجيش أن يدخل. فلما قتيبة بن مسلم لم يستأذنهم يرسلوا إلى عمر رسول، مسافة 3 أشهر ذهابا و3 أشهر إيابا. ما زاد عمر، أذكرها لكم باختصار، ما زاد عمر أو عمر بن عبد العزيز إلا أن كتب إلى قتيبة بن مسلم، من عمر بن عبد العزيز إلى قتيبة بن مسلم أن نصب قاضيا ينظر في أمر هؤلاء. فلما وصل الرسول بالرسالة ينصب قتيبة بن مسلم قاضيا ممن من المسلمين، فيحكم القاضي بخروج الجيش وأنه لا بد أن يمهلوا 3 أيام. فيرى أهل سمرقند هذا الفعل وأنه لم يحدث له مثيل في التاريخ، فيعلن أهل سمرقند كلهم إسلامهم بسبب ما رأوا من الإسلام وأهله. كيف لدولة بالمعنى المعاصر تحت الدولة ثم يقوم قاضي منها ويحكم على دولته بأن تخرج والجيش، الجيش استقر فيخرج الجيش كله، ثم بعد ذلك يسلم أهل هذه البلاد سمرقند لما رأوا من عدالة الإسلام ومن أخلاق المسلمين. حتى لا نطيل أيها الإخوة، أخونا فؤاد الذي اختار هذا الاسم لنفسه واختار الجزائر ليعلن فيها إسلامه وليشهر فيها إسلامه، لعله وجد فينا ما يدعو إلى أن يعلن إسلامه بيننا، أن الله عز وجل يختار عبد من عباده ليهديه إلى الإسلام، ثم يختار هذا العبد هذا البلد وهؤلاء العباد من أهل هذه البلد ليعلن إسلامه بينهم، لعلها بشارة خير إن شاء الله تعالى، نستبشر بها خيرا أن يعلن أخونا فؤاد إسلامه. فليتفضل ليعلن الشهادة. نعم، فيقول معي أشهد أن لا أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. هذه شهادة الإسلام، وهذه هي الفارقة ما بين أن يكون المسلم أو أن يكون العبد في جانب وأن يكون في جانب آخر، أن يعتقد الإنسان هذه الشهادة. فأخونا فؤاد أهلا وسهلا بك بين إخوانك المسلمين. أهلا أهلا أخونا فؤاد، أنا لا أحسن الفرنسية لا أتقن الفرنسية، لكن ترجم له. أهلا وسهلا بك بين إخوانك المسلمين، أهلا وسهلا بك في الجزائر، أهلا وسهلا بك في بيت من بيوت الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يثبتنا على الحق وعلى الهدى وعلى الصراط المستقيم، وأن كما هداك إلى الإسلام أن يميتك مسلما وأن يميتنا مسلمين وأن يبعثنا مسلمين وأن يجعلنا وإياك من أهل الجنة. أعطيها مصحف.
سلم عليه سلم عليه قل له قل بنعم. يعني هذا الصبي انتبه لهذا لهذه الفكرة فجزاه الله كل خير. نقول مرة أخرى تقدر ترجم لك شو يقول كلام كلمة ترجم Je suis heureux de rentrer dans l'islam. Merci beaucoup. شكراً. قالكم أن دخلت الإسلام وشكراً جزيلاً. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما أجمل أن يكون يعني المسلم يحس بإخوانه المسلمين. المسلمون هكذا هم يد واحدة يفرحون. إحنا نتمناه. أن نفرح ببعضنا هكذا دائما، أن نفرح ببعضنا بهداية بعضنا، أن نفرح بأن لما يكون إنسان مش يصلي والله يرجع للإسلام كما نفرح بدخول أخينا الإسلام، نفرح بإخواننا الذين يتوبون إلى الإسلام. وهذه رسالة نقولها لإخواننا اللي راه بعيد مش يصلي، اللي راه بعيد يعني مش يصوم، اللي راه بعيد عن الإسلام. الله عز وجل يهدي لعباده إلى الإسلام وترك بعيد عن الله عز وجل. طيب قلبك، نقول لكل بعيد عن الله طيب قلبك. الله عز وجل ينظر إلى القلوب، فإذا وجد فيها خيرا هدى عباده إلى الخير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يبعثنا مسلمين، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يثبت أخونا فؤاد الذي كما قلت اختار هذا الاسم ربما لمعنى في نفسه اختار هذا الاسم. فنسأل الله عز وجل أن يثبته على الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق دائما وأبدا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. يعني هذا الحضور دائما أقول أنه هذا الحضور فيه خير إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله كل خير.